اتهم 12 مسؤولا حكوميا أمريكيا سابقا استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره في قتل الفلسطينيين في القطاع. صرح المسؤولون السابقون أن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها، وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية.